من البرامج التي هي بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. معالي الوزيرة، كيفاش تتعاملوا مع المفايات تاع المستشفيات اللي راهي توما على يعني هكا في الهواء، ودي فوا كيكون الكلاب تاعها راح هي هذاك الكلاب باش تحط سؤال فصحى، سؤال صحة فيها كلمة فيها كيفاش ديروا طايحة برا، مش طايحة برا يا بنت، نرجع لك بهذا الكلام أنا. كيف سترينا؟ بعض الأحيان لازم نديروا ملاحظات، صحفيين طرحوا لنا أسئلة تكون بالنسبة لهذه النفايات، هي نفايات ما تقدرش تكون مرمية برا، نستعمل نفس الكلام تاعك، هذا من المستحيل أولاً،